قطعة بلاستيك قد كف الإيد هي السبب الرئيسي في الكشف عن الجناة أو التنظيم المسؤول عن أقوى عمل إرهابي حصل في مصر سنة 2005. الحلقة دي هي الحلقة الأولى في ملفات المعمل الجنائي. سنة 2005 تلت انفجارات تحصل في مدينة شرم الشيخ، والتلت انفجارات في فروق زمنية متقاربة. الإرهاب في الفترة دي في مصر والعالم كان منتشر جدا، وكان حادث شرم الشيخ اللي تسبب في استشهاد 88 شخص وإصابة أكتر من 200 شخص، واحد من أكبر الحوادث الإرهابية اللي حصلت في مصر. وحتى لو جهات معينة أو تنظيمات معينة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن الطب الشرعي والمعمل الجنائي دايما بيكون ليهم كلمة السر في كشف ملابسات الواقع. الانفجارات الثلاثة اللي حصلوا في شرم الشيخ، الأول كان في مدخل فندق غزالة، والتاني كان في السوق التجاري، والتالت كان في الموقف الخاص بالسيارات في منطقة خليج نعمة. التلات انفجارات حصلوا بطريقة متتالية، وكل المتفجرات اللي تم استخدامها في الحادث ده كانت عبارة عن سيارات مفخخة، ولأن الإرهابيين كانوا بيتدربوا كويس جدا، فقبل عملية الانفجار قاموا بطمس اللوحات وطمس أرقام الشاسيه لكل السيارات المستخدمة في عملية الانفجارات. ولأن الانفجارات كانت كبيرة جدا، فكان من الصعب تحديد هوية السيارات المستخدمة أو نوعها أو حتى تفاصيل عنها. لكن خبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي دايما بيكون ليهم رأي تاني خالص في الأحداث اللي شبه دي. وفي الوقت ده أعلن تنظيم قاعدة ان هو المسؤول عن التفجيرات اللي حصلت في شرم الشيخ، لكن المشكلة ان الادوات اللي استخدمت في التفجيرات وان المواد اللي تصنع منها المتفجرات داخل السيارات كانت متقدمة جدا، وما تمش القبض قبل كده على مجموعة من الارهابيين كانوا بيستخدموا الانواع دي او الطريقة دي في الانفجارات. وعلشان كده كان امام خبراء المعمل الجنائي تحدي كبير في تحديد الجناة بالظبط، لان حتى لو تنظيم القاعدة اعلن مسؤوليته عن الحادث، الا ان اكيد في ناس كانت بتساعدهم سواء من داخل سيناء او من خارج سيناء. وهنا تبدأ عملية البحث الجنائي او المعمل الجنائي اللي فعلا قدروا يحلوا كل الالغاز حوالين السيارات المفخخة. طبيعي ان تم مراجعة كل كاميرات المراقبة، وتم التحقيق مع كل شهود العيان اللي حضروا الواقع. وطبعا التحقيقات كانت لازم توضح هي السيارات اللي تم استخدامها في الانفجارات الثلاثة دي هي ملك المين، ولا تم سرقتها، ولا تم الحصول عليها اصلا ازاي. وفي الوقت اللي فيه رجال المعمل الجنائي بتجمع الاجزاء المطلوبة علشان تفيدهم في التحقيقات، لحد ما رجال المعمل الجنائي لقوا قطعة بلاستيك صغيرة قد كف الايد مرمية في مكان السوق التجاري القديم، واللي تم فيه تفجير قنبلة عن طريق سيارة مفخخة تم تركها في المكان قبلها بكام يوم. القطعة دي كان مكتوب عليها فيت، وجنبها كلمة صنع في ايطاليا. رجال المعمل الجنائي لما مسكوا القطعة دي عرفوا على الأقل إن نوع العربية اللي كانت موجودة في المكان ده هي عربية فيت، لكن كان رجال المعمل الجنائي ضروري يعرفوا من خلال القطعة دي كل التفاصيل اللي ممكن تحللهم اللغز في القضية دي. تم إرسال القطعة دي لإيطاليا لشركة فيت، وشركة فيت بلغت رجال المعمل الجنائي وأجهزة الأمن المصرية بالتالي إن القطعة دي تعود لواحدة من أهم السيارات اللي تم إنتاجها في الثمانينات لشركة فيت، هي عربية نوعها 132، وإن القطعة البلاستيك دي تعود لنوع نادر أو مصنع خصيصا وما تمش منه إنتاج غير عدد محدود جدا من السيارات، وإن في مصر موجود منها حوالي 40 عربية بس تم تصديرهم لمصر. وهنا رجال المعمل الجنائي بدأ يمسكوا الخيط بتاع القضية. تم إرسال المعلومة دي لقطاع المرور والتراخيص علشان يعرفوا الـ40 سيارة فيت اللي من نوع النادر ده تعود لمين أو مين يمتلكها وهي موجودة عند مين دلوقتي. وبدأ رجال المرور يطلعوا كل ملفات العربية الـ132 اللي انتاج الثمانينات، وتم التواصل لكل ملاك العربيات لحد ما لقوا الشخص اللي منتظرين. شخص كبير في السن كان يمتلك العربية دي، وفعلا باعها قبل الحادث بحوالي 3 شهور بالظبط، واللي اشترى منه العربية دي ساكن في امبابة. وبعد التحريات اللي اتعملت على الشخص المالك الاصلي للسيارة، عرفوا انه ملوش اي علاقة بالواقعة ولا له اي علاقة بالتنظيمات دي او بالجماعات الارهابية. ومن هنا بدأوا يجيبوا الشخص اللي اشترى منه العربية في امبابة علشان يحاولوا يعرفوا منه هو اشترى العربية دي ووداها لمين، وقبضوا على الشخص ده من منطقة امبابة في القاهرة. وبعد التحقيقات معاه اكتشفوا الآتي، ان هو فعلا ينتمي لتنظيمات ارهابية، وان الطلب منه ان هو يشتري عربية قديمة علشان ينفذوا بيها بعض الاعمال الارهابية. وبعد ما اشترى العربية سافر بيها على سيناء وسابها هناك، والتنظيمات اللي هناك بدأت تجهز العربية دي لاعمال ارهابية. طمسوا كل المعالم الخاصة بالعربية من رقم الشاسيه ورقم الموتور، وتم زرع المتفجرات فيها، تم وضعها في مكان السوق القديم، تم القبض عليه وتم القبض
القبض على كل التنظيمات التابعة ليه. وعلشان كده قطعة بلاستيك فعلا قد كف الايد كانت سبب رئيسي في الكشف عن اخطر تنظيم ارهابي اتسبب في اكبر انفجارات حصلت في مصر سنة 2005. الحلقة دي زي ما قلت هي الحلقة الاولى من ملفات المعمل الجنائي. لو عجبكم موضوع ملفات المعمل الجنائي هقدم معاكم مجموعة من الحلقات المختلفة عن اهم واخطر الملفات للمعمل الجنائي. سلام عليكم.